السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع القراءة حياة، نقرأ لننهض بمجتمعنا، نقرأ حبا وانتماء للغتنا العربية، نقرأ لنقتضي سبق الجهالة إلى نور المعرفة والعلم والعمل. العطلة الصيفية أوقات الفراغ، لتكن عامرة بنور القراءة والمطالعة، سعيا بمجتمع قارئ مثقف ذو كفاءات مثلى وهمم عليا، لنضيف إلى عمرنا أعمارا. مشروع القراءة حياة في عامه الثالث. كيف نشترك بالمشروع؟ نتوجه إلى مكتبة طهور الجنة، نختار كتابا من الموضوعات المتنوعة الهادفة المعروضة مجانا، نقرأ الكتاب ونعمل على تلخيصه، ومن ثم نقوم بتسليمه، وبالمقابل نستلم هدية قيمة. القراءة هي قيمة من القيم، إما أن نكتسبها فنسعد بها أو نتركها فنشقى بجهد. لغتي حرف لا يتلكع كلم.